السؤال الثاني، كيف علاقتك مع أخوانك وخواتك؟ جدا حلوة. السؤال الثالث، إلى الآن من 2014 وإلى الآن أنت بالسعودية وما زلت متمسك باللهجة اللبنانية. حلو. هل هذا يعني التمسك باللهجة اللبنانية عشان الشهرة وعشان الكاركتر ولا في أسباب أخرى؟ والله هو كاركتر محبوب، الكاركتر اللبناني يعني، حتى حبيب الحبيب قبل فترة مثل لبناني ضرب، فحلو لما تضيف شيء على شيء، ثقافتين من بلدين مختلفة تجمعها تصير حلوة. هاي يعني جذب المشاهد بكل صراحة. نحن كمشاهير البرامج هاي كلها من شين المشاهد، يعني أنا لما نزل مقطع بدي مشاهدات على المقطع طبعا، ليش بنزله إذا ما في مشاهدات؟ ليش بنزله؟ هاي هي باختصار يعني عشان الكاركتر. لا هو كاركتر و... يعني أنت في حياتك الطبيعية تتكلم لبنان؟ والله أحيانا هايك وهايك بس الله.